رئيس الوزراء أبي أحمد أيام مركلة جانتي سديباتا وجهور سيد دلكي سيد دكيسة تاني يوم مركي ويوم مدح فيس كسنة كلا بدي يكون يسديد يطبنكي دلكن كوي على جيس كأفريكا يا وجهها يعول أسيب جذها هي دبدة سنة كدي مدحيلات كيسة وعاقب لو ذا جذها يتوب يا دجال أهلية كدي مركي قومي ذا وجب لا رندلك هسيد أم حارة يا أرمضة أي سلوجين دمع الدولة ده يحكم كمرار سيا دجال هذا سوى حي سوق عرين سنة كان لبا كون يعفر يلا بات وعاقب أنت يطبنان كون وقف هلك ملايين كرا يكبر كعين سيدا الشيغان هي أذها قرام مدن مدوبي دولد يتوبي أيها لغو إيدي إنت دقال هذا قدها ودن كاسي كسعودانين إذا كسيتي هوبك علوس إيا ديارة دقال وعانا كده شيء مسيبة بنا أدن تنمو آدو دران سيدو كلا عراد وحاي بابي إساي دقالها دل كاسي وراركا كإيمانية قدها يتوبي أيها الشيغي يا إنهار كدمشادة غارهان دات كورمينيا غاچادة إن أي سراء وكاعدي أرين تانا يا كسو آدي سأي يدو دولدو أي بحيلا آدهي العق دينا أهو لغوليهي تاسي أوردن هال دبيع شن بليون دولار وأنا أقول لك أن رئيس الوزراء هي حكومة ديسو أي كلا كل ميان جودها ذلك عسي. أنت إذا قال هذا جودها يا السعودين قبل هذا واحد قبل لا ضيق كلا بحسنان عدالة دره هل كان رادين أي حكومة دونها تتك واحد رأس أي شيء جاية. أنت قال هذا جودها إثيوبيا كسعودا هدي أي سي سعودان أي سوء علين كران كنا صلاة بن كرتو أم حارض تلاضة. تقال هذا جودها إثيوبيا كسعودا أي قبل لا ضيق كدي مركي حكومة دا أبي أحمد أي ماشى كسرتي إذا ماذا ما مرد أي ليهين aran dhisayo hal ciidan oo dawladdu leedahay arintaasi ayaana ahayd mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaruhu uu kala kulmay 3 sano ee la soo dhaafay magaalooyin waaweyn oo ku yaal Itoobiya ayaa waxa ka bilowda banaanbaxyo waxana dawladdu ay weysay magaalooyin waaweyn iyo deegaano kuwaasi oo gacanteeda ka baxay intaasina hadaan kaga soo gudubno jahwararka ka jira gudaha Itoobiya bal markana dhanka dibadda waxa ay xiisad colaadeed ay kala dhaxaysaa wadamada dibadda sida dalka Masar حريركا سيح مانا يا مصر يا إثيوبيا أي صوب الله وضي سنة كي لابدي يكون يكوب يتبانكي حلقة سي أو إثيوبيا أي سماي ستي بيحران أي كورنتا كدالي نايسو وعانا كعرو دي دلالكا مصر يا السودان لابدان دل أي شاقي إن إثيوبيا إسكا إن دترايسو دانها دلالكا كهو سيا كوا سي أو كتير سن بيها أين أبوري كرتو أولاد إثيوبيا أي شاقتي إن بيحران كان يكوب حيسي أفر لبيع لبا بليون أو دولار ayna yarayn doonto qulqulka biyaha webiga neelka laakiinse labadan dal ma ka yeeli doonaan iyadoo xaaladoodu aynu ognahay aragtidaada qaybta hoose inagu la wadaag